على موجات صوت العرب من القاهرة، حمدي الكنيسي يروي. حواديت على هامش النصر. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في لقائنا المتجدد وحواديت على هامش النصر. أعترف أنني طوال 24 ساعة الأولى في عملي كمراسل حربي في ميدان القتال لم أستطع أن أسجل كل ما شاهدته وتابعته. ظلت النجرة جهاز التسجيل الإذاعي مغلقة تقريبا كما ظلت الأشرطة داخل حقيبتي. لقد كانت المشاعر الفياضة والأحداث المتلاحقة أكبر من أن تسمح لي بممارسة عملي كمراسل حربي إذاعي، وبالتالي كنت أستعيض عن ذلك بكتابة بعض النقاط في الأجندة الخاصة بي لعلها تفيدني بعد ذلك فيما سأقوم بتأليفه من كتب. المهم، في الطريق إلى إحدى النقاط القوية في شمال مدينة القنطرة شرق، توقفت وأدرت النجرة جهاز التسجيل وانطلق صوتي يصف ما أراه. قلت 13 دبابة وعربة إسرائيلية مدرعة تتناثر هنا وهناك، بعضها محترق تماما والبعض الآخر عبارة عن أشلاء من الصلب. أرى أمامي دبابتين سليمتين تماما. أحاول الآن أن أحصي عدد جثث الجنود الإسرائيليين. بعضهم قابله الموت حين قفز من دبابته لينجو بنفسه، البعض الآخر قابله الموت أيضا حين حاول الهروب من معركة الاستيلاء على النقطة الحصينة. أن ترى جثثا محترقة لابد أن تنتابك قشعريرة، لكنني أعترف لكم أنني كنت متماسكا تماما، واللهم لا شماتة. أرى أمامي الآن مقاتلا مصريا يواري بعض هذه الجثث التراب، وأتذكر أيها الإخوة ذلك العدد من مجلة باري ماتش الذي صدر في شهر يونيو من عام 67. كانت صفحات المجلة مليئة بالصور التي كان يرسلها مراسلوهم من سيناء، وكانت تحتوي على جثث المصريين التي تحولت إلى غذاء شهي لكلاب الصحراء كما قالوا هم وكما وصف الصور. كانت تلك الصور الحزينة المحزنة، وكانت أيضا هناك صور ينقلونها في تلك المجلة وغيرها لبعض الجنود الإسرائيليين وهم يضحكون ويتقافزون حول الجثث المصرية. وقلت في التسجيل الإذاعي بلا شماتة لا أتحدث الآن عن جثث الإسرائيليين المتناثرة وقد قتلها الرعب قبل أن يقتلها الرصاص. وأقترب من أحد المقاتلين أسأله: اسمك؟ محمد. سلاحك؟ المشاة. اشتركت في معركة الاستيلاء على هذه النقطة؟ أشكر الله فقد جاءتني الفرصة أخيرا. كم يوما استغرقت هذه المعركة؟ اسألني كم ساعة. كم ساعة؟ نعم، لقد استولينا على الموقع كله في خلال 3 ساعات لا أكثر. تقول 3 ساعات؟ يرد علي قائلا: ستزور مواقع أخرى سقطت في 15 دقيقة لا أكثر. بالطبع قد يتساءل البعض لماذا لا أقدم الآن التسجيل الحي لذلك الحوار، وأقول للأسف الشديد تم مسح معظم حلقات برنامجي صوت المعركة ومعظم حلقات برنامجي يوميات مراسل حربي، وها أنا ذا أعوض ذلك بالعودة إلى ما سجلته في كتبي من تلك الحوارات واللقاءات. وغدا يتجدد اللقاء مع حمدي الكنيسي في حواديت على هامش النصر. تخرجها سعدية حسين.